السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المتتبعين المشاهدين الأعزاء وقناتكم إبراهيم ديال عقارات مكناس. اليوم تنقترح عليكم عقار من الفئة المتوسطة اللي تتواجد في منزل اللي تتكون من سبي وجوج نتاع الطوابع والطبق فيه جوج نتاع الشقق. العرض زعما كما تنشوفو مازال في الأشغال النهائية. هذا هو العرض اللي كنا واعلين لكم أننا إن شاء الله يحطوه، إلا أن الشقق تبارك الله تبعو قبل ما يتلونسا الإعلان تاعو. فقط مازال عندنا جوج نتاع الشقق هما اللي مازال متوفرين. مازال عندنا شقة في الطابق الأول اللي هي هادي، وعندنا شقة في الطابق الثاني. بالنسبة للثمن، الثمن جد مناسب وجد مغري. الثمن تاع هاد الشقة تيبقى بالثمن تاع 30 مليون، بالنسبة للطابق الثاني الثمن تاع 29 مليون. لأن هذا من العروض الحصرية والقوية اللي ما غاديش ياخذوا وقت كبير في البيع. فبغينا نشاركوا معكم هاد الشقق هادو كما قلنا، واخا في الأشغال النهائية نتاعها الشقق راه تباعوا، بقاو فقط جوج نتاع الشقق، وكاين نماذج اللي هي في الطور نتاع الإنجاز. بالنسبة للموقع فاحنا حاليا تنتواجدو في حي كاميليا. تندخلو هذا هو الصالون كما شفنا، صالون تبارك الله المساحة اللي هي كبيرة، أرضية نتاع الفاينس كما شفناها من النوع الجيد، القبس كامل فوق البلافون. هذه الغرفة اللي غادي نسميوها الغرفة رقم واحد، تبارك الله غرف مساحات اللي هي كبيرة. هذا الباب نتاع الغسال، عندو رجل فرسي مثلنا صورنا هكا في الصالون محاذي ليه الغرفة رقم واحد. عندنا هنا المطبخ، مطبخ بلي بلاكار تاعو تاع الام دي اف، مطبخ بالاضافة لعندو هاد البالكون صغير. بالنسبة للمرافق راه جميع المرافق قريبة، حداك المدرسة، الكوليج، الطاكسيات، الطوبيس، جميع المرافق قريبة. حي كاميليا راه غنية بالتعريف، فلهذا أن الشقق اللي تتوجد تبارك الله مجموعة نتاع الشقق اللي متنحطوش الإعلانات نتاعهم، لأن تيكونو في أشغال اللي مازال مبيناش، متيتسمح ليناش أننا ناخدو الفيديو، لأن الشقة مغاداش تبان. هذه على العموم انها تقريبا بانت في الخدمه نتاعها تقريبا 80%، لان كما ذكرت لكم ان الشقق تباعوا. فبالنسبه للناس اللي عندهم اختيار باش يهزوا الطابق الاول ولا الطابق الثاني ولا الشقه اللي فيها واجهه ولا جوج نتاع الواجهات، هذا خصهم ياخذوا العقار في الاشغال البدائيه. فتقريبا وصلنا للنهاية نتاع الفيديو، وتنتمنى الفيديو نتاع اليوم يكون عجبكم. بالنسبة للحمام فهو هذا حمام، مساحة اللي هي كبيرة، لافابو نتاعو في بلاصة نتاعها نتاع الرشاش، التواليت عزكم الله. حتى الصالون تبارك الله نتاع الشقة جاية كارية مربعة، ملي تندخلو من الباب مباشرة لقينا الحمام. في هاد الكروار لقينا على يدينا الشمال المطبخ، على يدينا اليمين لقينا الغرفة، الغرفة رقم واحد. عندنا الصالون وعندنا الغرفة رقم جوج. الشقة تبارك الله راه مشمشة من بعد، إن شاء الله واحد نص ساعة غادي تبدا تدخل عليها الشمس. عندها تقريبا الشمس من 12 تقريبا حتى الغروب. فالعقار نتاع اليوم هو هذا، وصلنا للنهاية نتاعو. تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهاد المرحلة. دمتم في رعاية الله، وإلى عقار آخر وشقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.